في أشخاص عندهم مهمات كتير صعبة، مثل جمع المعلومات وتحليلها والمشاركة بالتحقيقات العدلية بلبنان وين ما كان بالعالم، وإصدار بلاغات منع السفر والدخول والمساهمة بمراقبة الحدود، حماية الأجانب وتمتين العلاقات مع دولهم، ضبط حركة المعابر الجوية البرية والبحرية، إصدار جوازات السفر ومنح تأشيرات الدخول وتنظيم الإقامات. هالناس بينتموا لمديرية بتكافح الإرهاب والجريمة والتجسس، بتنظم وجود اللاجئين الفلسطينيين وبتعطي رأيها بكتير قضايا ومنها مراسيم التجنيس. مديرية الأمن العام بتساهم بحل الملفات المعقدة مثل ملف النزوح السوري، عم بتقوم حالياً بمسح شامل للحصول على الداتا الكاملة للسوريين الموجودين بلبنان. من مهام المديرية حماية من الخطر السيبراني، وبتعطي رخص البث والطباعة على المحتوى الإعلاني والإعلامي، وبتسهر على حرية التعبير. مديرية الأمن العام مصرة تقوم بواجباتها الوطنية بحرفية واحترام، مع ابتسامة بتطمن 24/24 على 365 يوم من 79 عام. مديرية الأمن العام خدمة وتضحية من 79 سنة.